السلام عليكم البنية دي ولي كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى ان شاء الله نلقاكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، وعواشركم مبروكة. ومن هنا احنا نقولوا عواشركم مبروكة اللي تال العيد. نقدم لكم المعلكة الكوك، شي حاجة زوينة بزاف كدار في المناسبات، وسميتها راه كتجي شي حاجة اللي واعرة. وعندي كيلو ديال الكاوكاو، عندي واحد الكمية كتيرة، عندي كيلو ديال الكاوكاو ونقيته ودخلته الفران تحمر، ودابا انا غادي نطحنو. غادي ماشي غادي نطحنو بزاف، انا غادي نوريكم كيفاش غندير ليه. دابا انا غادي نديرو باش نخير. بسم الله، دابا انا طحنت الكاوكاو ديالي كما كتشوفوا، راه مطحون رقيق. دابا غادي نزيد 4 المعالق ديال الكوفيتير. الكوفيتير هو اللي كيعطينا ديك التعليكه الحلوه. عندنا كاس ديال السكر سنيده، بودره كاكاو جوج ساشيات، دابا غندير خنيشه الفاني، جوج ساشيات ديال الخميرات الحلوه، غندير واحد المعالقه ديال الشوكولات العبار، بودره الشوكولات كاكاو العبار، دابا انا غادي نخلط مزيان كوفيتير و سميتو. عاد غادي نبدا نزيد البيض، دابا غادي نزيد البيض غير ندير بالجوج بالجوج، ما غاديش نخوي في الدقه اللي يعود الخليط ديالنا حيت راه الا قعدت تخويناه في دقه واحده غادي تجرى لينا العجينه ديالنا. هكاي بغد ليك مزيان. دابا غادي نزيد جوج اخرين، عندي 6 البيضات. دابا غادي نزيد نكهات النواضيط اللي هي اللي كتجي واحد المذاق في الحلوى، ما نقولش لكم رائع. واحد المعلقه صغيره اللي كتجي رائعه. كتعطينا واحد المذاق اللي يكون واعر بزاف. وانا غادي نشمع الحلوى ديالي وهانتوما معايا وتخدموها. انا كما كتشوفوا ها هي، ها انتوما. دابا انا غادي نبدا نخدم فيها، ندير يدينا في المزهر. ترى كوارات غير مقادير، راه كتنفخ هي. ندير في كاوكاو كيلي، شدو نتبتو عليها مزيان. هانتوما هاد الحلوة، جربوها راه كتجي رائعة وكتجي واعرة بزاف. بقى
وصافي نديرو بالسكر كلاصي، وصافي نديرو بكاوكاو إفيلي. هذه راه الساعه كتوجد، انا كندير لكم شي حاجه اللي ساهله اللي دغيا كتوجدوها، وان شاء الله غندير لكم ان شاء الله يفوت العيد شي حليوه اللي تكون ساهله وزوينه وديال المناسبات ان شاء الله. ديروا يدينا في المزهر، كتجي حتى ديك المذاق ديال المزهر كيجي زوين حتى الحلوى. ضروري تثبتوا عليها كاوكاو باش تجيكم تهز ليكم كاوكاو باش تجي زوينه. هانتوما البنيات قد هكا، هيدي فيها اللوز إفيلي. دابا ملي دوزت عليها كبتة، أنا غادي نوريكم راكم غير نوضح ليكم كلشي باش يجيكم ساهل. هادي درت ليها كاوكاو إفيلي، دابا أنا غندخلها الفران. هادي دابا أنايا هاهي كيما تشوفو، أنا سبق بادية باقا مكملتش. هانتوما كندير في السكر بلاصي وندير في اللاطة، ضغط عليها بحركة بصبعي. هانتوما ساهلة دغيا توجد ليكم. هانتوما أنا كنبغي هداك الشي يكون واضح يبان ليكم مزيان. هانتوما لا ما ديروا ليها لا المزهر لا والو، راه كتقصح ليكم. ديروا في الاول في يديكم ملي تكونوا ديروا غير شويه في يديكم، ماشي تمردوا. الحلوه ديالنا ملي طابت فهي، نتمنىها تعجبكم. باقا اللاطه سخونه شويه بلاتي. هانتوما كيفاش جات، جات كلها مفرقعه. هانتوما ديال كاوكاو إفيلي ها هي. هانتوما كيفاش كما كتشوفوا هالحلوه ديالي ها هي وجدات، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم وتبارك الله عليكم، الله يحفظكم ليا. هانتوما كتشوفوا ها هي وبسلام عليكم البنيات ديالي الزوينين، الله يحفظكم ليا وتابعوني وما تنسونيش من الشجيعات ديالكم، والله يحفظكم وفيديو مقبل ان شاء الله.